ترتيب دول العالم من حيث المساحة. إن لكل دولة من دول العالم مساحة جغرافية خاصة بها، بحيث تحتوي على كافة التضاريس التي يتكون منها سطح أراضيها. وتصل المساحة الجغرافية الإجمالية لكرة الأرض إلى 148 مليون و940 ألف كيلومتر مربع. والآتي ترتيب لمجموعة من دول العالم من حيث المساحة. تأتي روسيا في المرتبة الأولى بأكثر من 17 مليون كيلومتر مربع، وتليها كندا بتسعة ملايين وأكثر من 9,980 ألف كيلومتر مربع. الولايات المتحدة الأمريكية 9,800,000 ألف كيلومتر مربع. الصين 9,600,000 كيلومتر مربع. البرازيل 8,500,000 كيلومتر مربع. أستراليا أكثر من 7,700,000 كيلومتر مربع. الهند ب3,200,000 كيلومتر مربع. بعدها الأرجنتين ب2,780,000 كيلومتر مربع، لتأتي بعدها كازاخستان ب2,724,000 كيلومتر مربع، وبعدها تأتي الجزائر ب2,381,000 كيلومتر مربع، وهي أكبر دولة عربية من حيث المساحة. تأتي بعدها المملكة العربية السعودية كثاني دولة عربية من حيث المساحة ب2,149,000 كيلومتر مربع. لتأتي بعدها الدول التالية: المكسيك، ثم إندونيسيا، فالسودان، ثم ليبيا، إيران، منغوليا، البيرو، تشاد، النيجر، أنغولا، مالي، جنوب إفريقيا. ولنذهب إلى مؤخرة الترتيب كأصغر بلدان العالم مساحة، نجد الدول التي مساحة أراضيها أقل من 1000 كيلومتر مربع. نجد البحرين ب760 كيلومتر مربع، ثم بعدها تونغا، ثم سنغافورة وغوام، وبعدها جزر مارينا الشمالية، تليها أندورا، بالاو، سيشل، غرينادا، مالطا، ثم جزر المالديف. جزر المالديف مساحتها لا تتعدى 300 كيلومتر مربع، ثم ليشتنشتاين ب160 كيلومتر مربع. لتأتي في المؤخرة دولة جبل طارق ب7 كيلومتر مربع، ثم إمارة موناكو جنوب فرنسا ب2 كيلومتر مربع، لتأتي أصغر دولة في العالم، والتي هي متواجدة في وسط العاصمة روما، وهي دولة الفاتيكان بأقل من 1 كيلومتر مربع. ونعرض أمامكم الآن في هذه الصور ترتيب دول العالم حسب المساحة، من أكبر مساحة إلى أصغر مساحة. تابعوا معنا.